ملي كتكون الدار مقاده والكوزينه كل حاجه في بلاصتها كيعجبك تجلس فيها والنفسيه كتكون مرتاحه، اما يكون داكشي مرون وكل حاجه في جيه كطج وتخنق وما كتحسش براسك مزيان. وراه سي باغي البلاصه اللي غادي تخدم فيها خاصك ترتبها وتعطيها حقها وتقادها مزيان وتخليك تحس بالحماس والجوده للقرايه. عندك تبقى تسنى والديك يوفروا لك المكان باش تخدم، راه الله يحسن العوان الى مفرين لك لقمه العيش وما تاكل وصيب داكشي الاخر راسك. الا قدر يعطيوك مره مره باش تجلس في قهوه مع اصحابك وتخدموا اون جروب، راه الحمد لله كمل من عندك وقاد شي بلاصه في الدار غير بداكشي اللي كاين متوفر. ما غاديش نقول لك تشري بيرو وكرسي كبير، راه هادو نيت تقدر غير شي طابله في الدار وشي كريسيك تحطوه في الكوزينه دير ليه شي مخده وصيب شي ازار وشي بوله كتعطي الضو ابيض 4 متر كاري كافيك باش تقاد شي بلايصه مزيانه. وبعد من التلفازه والشراجم الا كان الصداع في الزنقه بلاصه اللي كتجلس فيها تخليك تذكرك بالكتوبه والقرايه والخدمه، ماشي تجيب لك النعاس وتفكرك تكا ترتاح. قد ما حاولتي تخدم عليها وتعطيها شوية الوقت، ولا كان ممكن تستثمر في شي كرسي مزيان ومكتب الا كانت المادة حاضرة، راه انفيستيسمون كبير هذاك وغادي يرجع لك من بعد بالنتائج ان شاء الله، حيت تخدم في بوزيسيون مقادة وظهرك ما مقوس كيحافظ على الريتم في الخدمة ديالك وحتى الطاقة ديالك، سينو غير بالامكانيات المتوفرة والحوايج اللي موجودين عندكم في الدار. يلا بين لي العبقرية ديالك وخدم الدماغ مزيان وضف ليا داكشي اللي كاين عندك وموجود، حيت توفير المناخ المناسب للدراسه غادي يساعدك ويشجعك ويحبب ليك القرايه عن بعد ويخليك تنجز المهام ديالك على اتم وجه، وبالتالي قاد بلاصتك مزيان وما تسناهمش يقادوها عليك.